ازيك يا صحابي، عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده فيديو جديد من لعبه سمر تايم ساجا. طبعا احنا كنا منزلين اول جزء من عم مديان زي ما انت شايف بارت 1. طبعا النهارده هنزل الجزء الثاني، تابعونا واتفرجوا عشان تعرفوا الطريق الصحيح للعم مديان. طبعا اخر حاجه احنا جينا هنا، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يقدر يشوفه. طبعا احنا كده عدينا يوم، المفروض نعدي يومين، فهنعمل اليوم التاني زي ما انتم شايفين. بعد كده هنروح على عم مديان، هنلاقيها تعبانة ومرهقة وعايزة أكلة دسمة كده حلوة ترم المعدة. طبعا الكلام ده مش هيخرج غير من تحت ايد مين؟ مين؟ ديبي. وش هنا زي ما انت شايف دي مجهزه الاكله الجميله عشان العم مديان. تلاقي نفسك هنا على طول، تلاقيش هنا ومدخل لها هنا، اداها الاكل وخرج. طبعا اليوم خلص، بيروح ينام. في اليوم التاني هنروح للعمه، طبعا هتعرض عليها المضخة، تخش هنا تاخد دي تاخد دي وبعد كده دي، بعد كده تروح لها تخش كده. بس يا ترى هي قالت ايه بقى؟ احنا مخدناش بالنا هي قالت اني نوع. انا هجيب لكم الانواع كلها وهسيب لكم صورة للأنواع كلها يعني كل حاجة التفاصيل. فطبعا احنا هنعمل أي حاجة، بعد كده نعمل كده بالماوس طبعا هنيجي تاني نكتب لها درينك وناخد بالنا من هنا من الكلام اللي تحت ده. شايف؟ شايف الاسم مارتيني؟ تمام، هي كده عايزه مشروب مارتيني. طب المارتيني ده بيتعمل ازاي؟ انا بقى هقولك هنحط ايه على ايه من هنا عشان نعمل اللي هو المارتيني. المارتيني عشان تعمل مارتيني، عشان تعمل اللي هي مارتيني اللي انت عايزها، التلاتة دول زي ما انت شايف كده، التلاتة دول مع بعض. زي ما انت شايف كده احنا عملنا لها الدرينك بتاعها، هنشوف هي هتقبله ولا لا. زي ما انت شايف بص كده مبقاش فيه درينك. تمام تمام بعد طبعا ما شربت الدرينك بتقولك لم المحصول. طبعا هنلم دول زي ما احنا عارفين، نسيب الكلام دوت. هنا هتطلب منك اللي انت تعملها تدليك. طبعا انت هتشوف بقى انت، لكن انا مش هجيب. بعد ما تخلص خش المطبخ، بعد كده بسيبك وتطلع وبنيجي ننام ونشوف اليوم التاني هنعمل ايه. اليوم التاني هنروح العم مديان، هنلاقيها بتتكلم فيرونيكا. فيرونيكا طبعا هيجي بيست ماكس، تقول لها هاتي الواحدة. جابت له خيارة وسابته ومشيت. بعد كده بنروح ونعدي يومين، نعدي اليوم التاني
وبعد كده بنروح للعمة تاني لقهاش وشينا على طول زي ما انت شايف تسمع صوتها اللي هي محتاجة مساعدة بتخش هنا وبعد كده بتروح عشان تنام. زي ما انت شايف طبعا في اليوم التاني وبنيجي كده زي ما انت شايف اليوم التاني بنسمع العصفورتين دول بيتكلموا. طب كل دي تتكلم عليه وهو دي تتكلم عليه كل واحدة تقول على المواقف اللي حصلت قابلتها. طبعا هنا وبيطلع بينام وبنصحى في اليوم التاني ثاني يوم تروح لها تطلب منك اللي انت تاخد ازاز الحليب وتوديها فين المدرسة دليفري ديت تروح على المدرسة طبعا روكسي بتكون عاملة مشاكل طبعا ممكن الفيديو الجاي لو هيسيبها عن روكسي يكتبوا لنا ونعمل فيديو جاي يبقى أول حلقة لروكسي. طبعا ديكاستري دوت غبي وهي خافت عليه بقت مخبياه. هنسلم اللبن طبعا ديت تقابلنا بنفك رواندا طبعا المديرة بتكون مكتفاها وبعد كده نرجع للعم ديان ودست الكل في نقضي مصروفي انت مصروفك ده بالباء. بعد كده نرجع نعمل كده في اليوم التاني طبعا دي بتكلمنا تنده ننزل كده بتقول لنا اللي هي عزمة تقول لها تعالى هنا اوريك شوية لبس كده خد رأيك ايه رأيك في دوت. طبعا بيجينا الكلام دوت هندوس هنا طبعا هنا تقول لنا روح اشتري سمك السلمون لازم تشتري السمك اللي انا هقول لك عليه دوت. طبعا اللي هو دوت تشتري دوت وبتاخده تجيبي هنا طبعا ديان بتيجي بيقعدوا كلهم على سفرة واحدة كده ايه حلوين مقنعين. طبعا العشوة كانت جميلة شكرا ليك. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة واستنونا في الفيديو الجاي وهوريكم طبعا جزء جديد الجزء الجاي دوت هيبقى اخر جزء. ادعمونا بلايك واشتراك شكرا ليكم يلا سلام.